لما بتحط ماسكارا وايلاينر لازم تفتح بقها قدام المرايه، ايه علاقه فتح البق بظبط المكياج؟ بصراحه مش عارفه، بس دي حاجه لا اراديه. انا متهيالي هي حاجه لا اراديه، بس انا خصوصا مش بحب المكياج خالص، فمش عارفه ما جربتش. تبقى عايزه تركز ان تطلعه مظبوط، لو معاها مقابله كل ما فتح البق اكتر كل ما ظبطته اكتر، حاجه زي كده. هي ممكن يكون لي علاقه عشان تظبطه مثلا، ما اعرفش. يعني ممكن تكوني متركزه شويه، تعود، مش عارف، يمكن بتطمن اكتر، ما اعرفش. عشان بتبقى مركزه في العين مش مركزه في وشها، في بقيه وشها، تركيز كله على انها ترسم الرسمه حلوه. يعني اكيد علاقه كده ما بين اعصاب العين وعصب البق، بس انا مش بفتح تناحه كده، نفس الصدمه يعني لما يخرب شيء في العين. هو ما له علاقه، بس هو شيء تعودوا عليه. بصي، هو ده ريفلكس يعني، عشان بناخد نفس تقريبا الدنيا تظبط يعني، مش عارف، بس انا بحاول اسيطر على الموضوع ده. لا ما اعرفش، بس انا عمري ما حطيتها فتحت بقي. تفتكري لو قفلنا بقنا واحنا بنحط يعني مش هتظبط؟ دي ليها علاقه بالظبطات تفتكري؟ مش عارف، بس ممكن، بس ما اعتقدش. لا، هي الحكمه بقى في ان انت تفتحي بقك عشان يتظبط، لو قفلتي بقك مش هتظبط. انا دايما اصحابي يليم بيعملوا رياكشنات غريبه جدا، مضحكه جدا، بس هي بتبقى حاجه لا اراديه خالص. هيطلع مظبوط كده، مش هيطلع. ما لازم يركزوا، اللي هو كل التركيز بيبقى على الايلاينر والماسكارا اللي بيحطوهم. مش عارفه، بس ما بحطش ميك اب الصراحه. بصراحه عن نفسي انا ما اظبطها الا لما افتح فمي واجرب مره كمان. يعني لو قفلتيه مش عارفه تظبطي، هتوتر، هيجيني انه في شيء غريب في الموضوع، ما ادري شو. عشان تثبت مثلا توقف نفسها فتعرف تحطه، يعني هو اصلا المفروض ان انت تقطعي نفسك اللحظه اللي بتحطيها دي عشان يطلع مظبوط. لا ده فال وحش. مش حلو ابدا يعني، صدقيني. يعني ده ليها علاقه بان هي بتظبط. طبعا، هو البق بيظبط العضله، بيظبط مع العضله دي.